ردت الفنانة المغربية سناء عكرود خلال حلولها ضيفة يومه السبت 12 من مارس لبرنامج FBM الذي يعرض على قناة ميديانا على الانتقادات التي طالت طوال هذه السنوات بسبب مشاركتها في الفيلم المصري احكي يا شهرزاد. وتحدثت سناء عكرود عن كواليس المشهد الذي عرضها لهجوم شرس من المغاربة قائلة: المشاهد المغربي لم يكن يتوقع من سناء عكرود في هذا النوع من المشاهد، لأنه تعود علي في نمط معين من الأدوار، وبالتالي لم يتقبل أن يراني هكذا وفي بلد آخر غير المغرب. وبخصوص ظهورها عارية في أحد مشاهد فيلم احكي يا شهرزاد، أكدت سناء عكرود أنها كانت ترتدي ملابسها لكنها لم تظهر في المشهد، وتابعت قائلة: هل كان المشاهدون يعتقدون أنني كنت أنا والممثل وحيدين، أو أن المخرج وضع الكاميرا وفر هاربا ليتركني أنا والممثل بمفردنا؟ يذكر أن الفنانة سناء عكرود قد شاركت عام 2009 في فيلم احكي يا شهرزاد، وهو فيلم مصري من تأليف وحيد حامد وإخراج يسري نصر الله وبطولة منى زكي ومحمود حميدة وحسن الرداد. We'll be right back.